يلا الخلطه حول هاي طولي لا في شيء قول لا بدك ربيع قول ديزا بار تكت سويت ورا دينا ديزا جاتو قاعد دابا تحط فين هذاك الشيء اللي حيدناه فين في بداية نرحب بالتلميذتين النجيبتين التلميذة ندى البحار اللي حصلت على أعلى معدل الإقليم اللي هو 19.04 واللي كتدرس بمدرسة بلاطو الخصوصي. نرحب كذلك بالتلميذة حنان المترتي اللي كتدرس بالمدرسة العمومية الثانوية حسن الثاني التأهيلية واللي حصلت على أول معدل الإقليم بالنسبة للتعليم العمومي اللي هو 18.58. لا يسعني في هذه اللحظة التي ملؤها الاعتزاز والافتخار بأبنائنا وبناتنا بالتعليمين العمومي والخصوصي في هذا الإقليم السعيد اللتين أدخلتا الفرحة على قلوب آبائهم وأمهاتهم وكذلك أدخلت الفرحة علينا كمديرية إقليمية وكرؤساء مصالح وكمديرين وأساتذة وباقي مكونات المنظومة التربوية. أرحب كذلك بآباء أولياء الاجتماعيتين وكذلك أجدد الترحاب بالسيد ممثل جمعية آباء وأمهات التلاميذ والسيد مدير مدرسة حسن الثاني والسيدة ممثلة مدرسة بلاطو ومديرة مدرسة بلاطو وكذلك السادة رؤساء المصالح بهذه المديرية وكذلك رجال الصحافة المحلية. إذن هذه لحظة ديال اعتراف وامتنان وفرحة بهاتين التلميذتين اللتين شرفتا هذا الإقليم السعيد. كذلك أتمنى أن يكون اختيارهم لما بعد البكالوريا اختيارا صائبا حتى تتحقق لهم الأماني فيما يخص توجه ما بعد البكالوريا ليكون قطعتين ذهبيتين من هذه المدينة اللي بغيناهم كذلك أن يحصل على مناصب عليا من أجل المساهمة في إدارة الإدارة العمومية أو في الإدارة الخصوصية. نتمنى لهم كل الخير وكنعاود نأكدوا بأننا فرحنا لهم بزاف وشرفونا وغادي يشرفونا كذلك في التعليم العالي وكذلك كنشكروا الآباء ديالهم لأن هذا العمل الجبار اللي قاموا به لا يمكن أن يأتي من فراغ وإنما من تغطية من آباء ومن أمهات اللي سهروا مع اليد ديالهم باش وصلوا لهذه المراتب المشرفة. في النهاية أطلب من العلي القدير أن يحفظهما حتى يتمكن من مواصلة مسارهما الدراسي بكل حزم وكنشكر كذلك الإدارتين للمؤسسة سواء المؤسسة العمومية أو الخصوصية اللي شرفوا هذه المديرية بتحقيق أعلى المراتب. كذلك كنشكروا جمعية آباء وأمهات التلاميذ اللي حتى هي كتواكب العمل التربوي وكتبحث دائما عن تحقيق فضاءات جيدة داخل المؤسسات
التعليمية، ونشكر كذلك السادة رجال الصحافة اللي وافقوا على هذه العملية. قبل أن أختم فلنقف جميعا تحية للتلميذتين ولمقدمة المرأة الوروحة. نطلب من السيد رئيس مصلحة التخطيط أن يقدم بوكي دو فلور للتلميذة ندى. كنشكروا السيد المدير الاقليمي على هذه الاستضافه وهذا صراحه هذا حضور استقبال التلميذتين الناشئتين على مستوى المدير الاقليمي مدينه اسفي، وهذا فخرنا بان مدينه اسفي الحمد لله في هذا النهار كترجع هذا العام اللي في المجتمع الناس كترجع هذا الجايه فاش ترجع للاوج ديالها اللي كانت هي مدينه اسفي اللي تبارك الله تخرجوا منها اطر كبيره لا في ماده الرياضيات لا في بزاف الشعاب كانت مدينه اسفي كل شيء مغربي كيدير لها حساب. والحمد لله حنا كممثلين جمعيه الاباء كنفرحوا جميع الوليدات لا في التعليم العمومي لا في التعليم الخصوصي كاملين كنمثلهم وكنبغوا نوه عليهم بانهم تبارك الله يزيدوا القدام ويحاولوا يجتهدوا اكثر. والحمد لله جمعيه الاباء ثانويه حسن الثاني وكيل الحوز على مركز السيكون خدات واحد الجائزه رمزيه للتلميذه اللي هي عباره عن حاسوب مقال خداتو ليها وعطاتو ليها بالهرم حاسوب كنشكروا الجميع وصراحه حسن الثاني هذا العام كانت مميزه صراحة إدارة جديدة شخص عبد الرحيم القاضري مدير كف صراحة عنده بعض النظر باغي يخدم الثانوية مزيان، وحنا الحمد لله كآباء راه داير معاه يد في يد من أجل باش نمشيو لقدام وكنتمناو التوفيق للجميع ونشكرو جميع الشعوب. الكلمة الآن بقات البنيات. شنو يقولوا؟ النجاحات اللي قدموها التلاميذ الاقليم موقع الحال كنشكر الوالدين اللي بلا بهم ما كانش غنتمكن من تحقيق نجاح بحال هذا. موقع الحال المؤسسه بجميع اساتذتها وطورها اللي لعبوا دور هام واساسي في تحقيق هذا النجاح. فيما يخص الافاق اللي من بعد المهم باقي القرار ما استقرش، ولكن ان شاء الله نقد نتابع دراستي في علوم الاقتصاد ان شاء الله. السلام عليكم. كنشكر السادة الحضور اللي خاصة واحد جزء من الوقت ديالهم من أجل التشجيع ديالنا واحتفال بنا بمناسبة الحصول على أعلى معدل بإقليم آسفي. هذا شرف لي أنني نمثل المؤسسة العمومية خاصة الثانوية الحسن الثاني التأهيلية. كنشكر الله سبحانه وتعالى اللي كان لي الفضل كبير في النجاح ديالي، والأساتذة اللي كانوا طيلة السنة الدراسية معاوني لنا كيساندونا من أجل التحصيل على أعلى المعدلات، والسيد المدير اللي قام بالدور ديالو وكان ديما داعمنا من أجل توفير أحسن الظروف في التعليم، وجمعية الآباء اللي قامت بالدور ديالها كذلك خلال هذه السنة الدراسية، ونشكر الوالدين ديالي اللي سهروا عليا وكانوا مساندينني طيلة المصاعب ديال هذه السنة الدراسية. بالنسبة للآفاق ديالي مستقبلا باقا حائرة، ولكن قد نتفاعل كلية الطب. شكرا أساتذة والمديرين. السلام عليكم. كنشكر اولا السيد النائب على هذه البادره اللي قام بها وكيشجع التلاميذ باش انهم يحفزوا باش تكون نتائج طيبه، وكنشكر السيد المدير الثانوي الحسن الثاني اللي كيصهر باش تكون ديك المؤسسه على احسن ما يرام، وجميع الاباء والاساتذه اللي دعموا جهانا باش انها وصلت لهذا الشيء. شكرا. شكرا سيد المدير الاقليمي السيد عبد الرحمن الصالح،
أسرتي التلميذتي المحتفى بهما في المسار الدراسي بفعل هذه اللحظة هي ثمرة ديال المجهودات تحت القيادة ديال السيد المدير الإقليمي والقيادة الحكيمة ديالو التربوية، بالإضافة إلى المجهودات ديال الطاقم الامتحانات وكافة الفاعلين من رؤساء المصالح وكافة المتدخلين من جمعيات آباء وأولياء التلاميذ والسلطات المحلية والأمنية والإقليم. بالتالي هذاك التنظيم وتوفير الجو المناسب باش تدوز هذه العملية ديال الامتحان في ظروف ملائمة وفق ما تقتضي المقتضيات باش نوصلوا لهذه اللحظة. التتويج كما قال السيد بحار الإطار في مكتب الشريف الفوسفات، فلنا الفخر أنه ثاني مرة إطار من مكتب الشريف الفوسفات كيحصل على المرتبة الأولى إقليميا. بنت مشريف الشريف. لا بنت مترشحة سي صافي تلميذة هند صافي توجد بالمعدل الأول وطنيا ربما في 2014 من نفس المؤسسة الخصوصية مؤسسة الطلاب اللي كتميز بالجدية وبالمصداقية ديالها في التدريس، اللي كنوجهو الشكر للإدارة التربوية ديالها من هذا المنبر، بالإضافة كذلك لما يبدي الصدر كذلك المؤسسة العمومية كما قال السيد المدير الإقليمي اللي مازال عطاتنا السنوات السابقة كاملها تتويج وكان التناوب على مستوى جميع المؤسسات من الولاية الإسلامية إلى كانوا في الحسن الثاني في نسينا وغيرها من المؤسسات، وهذا يبدي الصدر وكي يحفزنا أنه نزيد نعملوا ونعطيهم ونطلبهم التلامذة المزيد من المجهودات من أجل تشريف هذا الإقليم تربويا والصدارة إن شاء الله وتتويج على المستوى الوطني. شكرا لكم.